حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مساندة مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بعد الحزن الذي لحقه بعد خسارة نهائي كأس العالم قطر على يد المنتخب الأرجنتيني بركلات ترجيح. وسجل مبابي 3 أهداف خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية مقابل مثلها قبل الخضوع لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لرفاق ليونيل ميسي ليحصل التانجو على اللقب 3 في تاريخه. وتواجد ماكرون داخل أرض الملعب متجها إلى كيليان مبابي وحدث حوار قصير بينهما من أجل مواساته بعد ضياع حلم التتويج بالمونديال، ثم بعد ذلك التفت إيمانويل ماكرون إلى ديدييه ديشامب وموظفيه. وتوج مبابي بجائزة الحذاء الذهبي بعد أن سجل 8 أهداف متصدرا جدول هداف البطولة المقامة في قطر، بينما جاء ليونيل ميسي في المركز الثاني ب7 أهداف.